مازال إلى الآن يتم تصديره بالأخص من ميناء السدرة من غير العداد الرئيسي في ميناء السدرة. طبعا العداد هذا تم إزالته من 2011، مؤسسة الوطنية للنفط تحت يعني تتحكم فيها قطر، إلى الآن ما فيش، يعني إلى الآن يتم تصديره من غير عدادات، رغم الأفلام الوثائقية اللي ظللوا بها الشعب الليبي وقالوا إنها كذبة العدادات وسمي ما شئت، لكن إلى الآن يتم تصديره من غير عدادات. شركة نستل السويسرية معروف عنها يعني من أكبر الشركات في الاتحاد الأوروبي، شركة أغذية، صار بين وبينهم اتصالات ودخلوا وسطاء وأبلغوني إنهم رصدين مبلغ 12 مليار يورو للاستثمارات في الجنوب الغربي والشرقي، يعني وحتى حددوا حصة الجنوب الشرقي حتكون 70% من المبلغ. طبعا في الظاهر هي استثمارات، ولكن في الباطن هي لتوطين المهاجرين الغير شرعيين. موضوع التجنيد، خلينا نقوله موضوع التجنيد، يعني من 2011 يعني المخابرات القطرية تم يعني جندت عدد لباس فيه من سياسيين ومن قادة وغيرهم بالنساء وبالأفلام، وأن منتجوا لهم أفلام وتحكموا فيهم وأصبحوا يسيروا بهم في أوضاع كثيرة يعني في ليبيا. عينك على العالم.